هنا كتبت أول صفحة في التاريخ الإسلامي العماني، وارتفع أول ساعد يحطم صنما. فمن هذه البقعة الطاهرة امتد نور الإسلام إلى سائر أرجاء عمان، سمائل موطن الصحابي الجليل مازن بن غضوبة، أول من أسلم من أهل عمان، وهو الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأهل عمان بالخير والبركة والنعم والصلاح والتقوى، حيث قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله أهل الغبيراء، آمنوا بي دون أن يروني، كما قال صلوات الله وسلامه عليه في دعائه لأهل عمان: اللهم اهدهم وثبتهم، اللهم ارزقهم العفاف والكفاف والرضا بما قدرت لهم، اللهم وسع عليهم في ميرتهم وأكثر خيرهم من بحرهم، اللهم لا تسلط عليهم عدوا من غيرهم.